من جهتها، أعربت وزيرة الخارجية الهولندية هانك براونز عن عميق امتنانها وتقديرها للدور البناء والمحوري الذي تقوم به مصر في حل الأزمة بقطاع غزة. وأكدت وزيرة الخارجية الهولندية دعم بلادها للمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات لغزة، معربة عن أملها في إدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع. أود أن أعرب عن عميق امتناني وتقديري للدور البناء والمحوري الذي تقوم به مصر في حل هذه الأزمة. مصر تيسر المساعدات الإنسانية والتوسط بين الطرفين المتصارعين، وهذا أمر حتمي. إننا نشعر بامتنان عميق للمساعدة، إننا استطعنا أن نخرج 80 هولنديا من غزة. لدينا قلق عميق بشأن الأزمة الإنسانية الدائرة في غزة، وهذا الأمر لا يمكن أن يتواصل اليوم، فإن أعين العالم تركز على مصر مرة أخرى. وأنا أمل أن تنجح المفاوضات بشأن إطلاق النار، وكذلك فإننا بحاجة إلى إطلاق النار في وقت مبكر لكي نضمن كذلك توفير المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وزيادة معدلات دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وكذلك توفير الأدوات الطبية والوقود والمياه. وأننا كذلك يجب أن تسهم إسرائيل في زيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.